طيب محفوظ، انت بتقول بثبت نفسي يعني، وانا لسه يعني هنشوف بتثبت نفسك. ما قلتش شوية انا عندي 16 سنة لسه، لما اكبر شوية ابقى اطلع اشتغل واثبت نفسي. ما بصيتش على نفسي من جلديت، نبص على نفسي من مات، لان لسه قدامي 20 سنة اللي ما اندهز نفسي بيدي. لو نقول يا باه هات ندهز تلاقيها جلدي دهزة، بس انا مش قابلها. يعني انت لو قلت لابوك يعني بعد 10 سنين خمس جاهز، لو جلدي جاهزك يعني دهز، ها الحمد لله مستورة. بس انا عاوز نعمل حاجة لنفسي، نبني روحي، نعمل مستقبل لنفسي. كل اللي زيي يعمل مستقبل لنفسه. يعني انت عاجبك العيال اللي قاعده بمخدرات، واللي قاعده بدي وقاعده بدي وقاعده دي. اخ انت سبت سوهاج لما رحت بورسعيد، بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه لما سبت سوهاج من بورسعيد؟ كام يوم؟ فوقت الادازه والدي، بس في ناس متغربه سايبه مدارسها وسايبه كل حاجه. وانت كان في دماغك الصعيد. كان في دماغك يا محفوظ ترجع لاهلك، مع انهم يعني مش محتاجين ده، بس كان في دماغك ان انت ترجع لهم بلبس وبفلوس وتقول لهم اهو انا بقيت راجل وبصرف على نفسي. خلينا ناخد الاستاذ امر ابو هيف المحامي. استاذ امر اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ امر، اهلا بيك. اتفضل اتفضل يا استاذ امر. وائل يعني طبعا ما قام به الاستاذه سلوى المذيعه، فضلا عن كونها كان هي طبعا غير موفقه، لا وكانت غليظه القلب جدا مع هؤلاء الاطفال، ولا فكرت في جيرانهم ولا هيواجهوا مجتمع ازاي، ووصلتنا لمرحله ان احنا نقول على الاعلام وسيله اتهام وليس وسيله بناء، وكانت نقدها في التلفزيون او في التسجيل هدام وليس بناء. بالاضافه لكل ده، دي ارتكبت جريمه، جريمه يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس. ايه هي الجريمة؟ جريمة تعريض طفل للخطر، خطر هنا مفتوح، خطر العقوبة الجنائية، لان هي خارج مجلس القضاء يا استاذ وائل، وهي ليس لها صفة. مين انت عشان تستجوب طفل وتواجهيه بتهمة وتقول له انت جاي من سوهاج عشان تهرب؟ هذه المواجهة وهذا الاستجواب اللي أصفر عن اعتراف أمام جميع مصر ونشر، دي جريمة، جريمة تعريض الطفل للخطر، خطر المسؤولية الجنائية، خطر العقوبة الجنائية اللي قد توقع على الطفل، خطر تقييد دفاعه مستقبلا. دي انتزعت اعتراف في خارج مجلس القضاء وليس لها هذا الحق. بقول لحضرتك تعريض طفل للخطر، العقوبه فيها الحبس. ادي الحبس يعني انت لا 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 انت 28، امال ايه؟ محدش يأذيها بعد اذنك. انت 28 من قانون الطفل. بقول لحضرتك في اي حد يعرض، لا انا عايزك تشوف سماحه محفوظه، بقول لك محدش يأذيها يعني. انا سمعته محفوظ هو ومن البدايه بيقول مش عايز حد يأذيها، دي عندها اولاد. عجبني كلامه، لكن احنا النهارده كمجتمع بنناقش، استنى يا محفوظ، احنا كمجتمع بنناقش. يعني انت بتقول حتى يعني هنا اذا كان محفوظ يعني ارتكب خطا بيستحق المسله القانونيه، لكن احنا امام جريمه ثانيه ارتكبت طبعا ما حدش بيتكلم فيها، وهي بيتكلم فيها ليه؟ دي جريمه بقى كامله، وهي مداريه وشها وجايبه الولاد، وش الولد والكلبشات، الوش والكلبشات، ونفس السؤال مكرر، وكأنها أسئلة مغرضة خارج مجلس القضاء من غير ذي صفة، وأسفرت عن اعترافات مباشرة قدام الناس. وأنا كنت أقدر المذيعة دي يا أستاذ وائل، أنا كآمر أبو هيف المحامي النهاردة كنت أقدرها في إيه؟ لو كانت كل الأسئلة تقول له مثلا إيه؟ مين يا بابا اللي بعتك؟ مين الراجل اللي كلفك؟ مين اللي شغالك؟ لو كانت بتبحث إيه اللي دفعك؟ وكمان أصلا هو ايه ظروفك؟ اغراك ازاي؟ طب الراجل ده مكانه فين؟
طب مين المعلم الكبير ده؟ احنا كلنا كنا احترمناها، لكن انت جاية على الطفل. لذلك محفوظ الحقيقة انا اعجبت بيه لما قال لها انت سايبة اللي بيتكلموا واللي بيهربوا ملايين. الحتة دي خطيرة، الحتة دي رغم انها غير مبرر بالنسبة لي، انا مش مبرر، وبقول لمحفوظ دي مش مبرر ان هو يغلط، ولكن بتوقعش مؤشر خطير على احساس الطفل بعدم المساواة، لان العقوبة لا توقع الا على الطرف الضعيف. وبالك دي نقطة خطيرة، مسألة خطيرة جدا. فكان اولى بهذه المذيعة لو كانت عايزة تحظى باحترام المجتمع، ونقول على الاعلام اعلام بناء وليس هدام، ان هي تبحث مين المحرض، مين المستفيد، مين التاجر الكبير، مين المهرب الكبير. كنا احترمناها. نقطة تانية اخيرة، انت بس انا مش عايز احصر المسألة في مذيعة فقط، لان الحقيقة كمان عندي صفحة محافظة وضعت ده، يعني صفحة المحافظة وضعت الفيديو على صفحتها. أنا على يقين وهي تقول أنها كانت مكلفة بذلك يعني. لا لا، يبقى المحافظ يسأل. المحافظ مش أكبر. هو المحافظ وعد المحافظ وعد الغضبان أعلن اعتذاره بالأمس يعني. يا أستاذ وائل، أنا بتكلم على المحافظ بصفته النهاردة، طالما هي قالت أنا مكلفة يبقى اللي كلفها. ما انا لسه عايز اقول لك، من الذي سمح لك بانك انت تدخلي وتسجلي مع الولاد دول والقضيه لسه منظوره؟ انت عارف ان في نص ماده في القانون بيمنع، انا بقولها لك اهو، الماده 126 بتقول لك لا يجوز، الماده 116 من قانون الطفل، لا يجوز نشر او اذاعه اي حديث يكشف عن هويه طفل بيعاقب او بيحاكم أمام محكمة الطفل. لا يجوز، لدرجة إن المشرع عمل إيه؟ خلى محكمة الطفل فيها أخصائيين اجتماعيين، ومنع إن محاكمة الطفل تكون علنية. قال لك لا يجوز إن حد يحضرها. هي دي عملت إيه بقى؟ دي حكمت الطفل وواجهت الطفل وانتزعت اعتراف من الطفل قدام مصر كلها. ما إحنا يا بنطبق قانون يا أستاذ وائل، يا إما إحنا بنحسس بقى على المذيعين. ويبقى أنت يعني عشان ايه اقول لك زميلة مهنتك، انت ما بيهمكش الكلام ده، انا ههاجمك انت بقى. بتقول ايه يا استاذ امر؟ بقول لحضرتك النهارده احنا يا نطبق قانون يا ما نطبقش قانون. النهارده دي تقع تحت طائلة القانون حتى يكون الاعلام اعلاما. طبعا اعلاما طبعا يعني زي ما انا، في ناس طبعا بعتالي هنا يا جماعه في رسائل بتقول انتوا كده بتشجعوا محفوظ وغيره على ارتكاب الخطا. مين قال؟ يعني اذا كان احنا بنقول طب ما انت ما بصيتش للخطا الثاني الذي ارتكب، وهي ان صفحه محافظه تستجوب طفلا وتصوره وتشهر به، ومحدش اتكلم على ان استاذ امير هنا بيقول دي جريمه مكتمله الاركان. يعني هو محدش قال هو الطفل يظل طفلا وتحتويه وتستوعبه، والا هي ليه العقوبات الخاصه حتى بالاطفال مختلفه يعني؟ والطفل ما هو القضيه هيحاسب عليها، مين قال انه مش هيحاسب يعني؟ وعشان كده الدور الاجتماعي والانساني ان هناك من دفع له التعويض الجمركي ويبحث له عن وظيفة، هو ده اللي احنا بنشوفه، هو ده اللي احنا نقوله يعني. انما احنا ممكن نطلع نقول يعني اي كلام وخلاص يعني. البعض بيتعامل مع محفوظ على انه يعني انتوا وكأنكم، محدش شجع على الخط. احنا بنقول محفوظ وضع ايده على نقطة، استخدام الاطفال في عمليات التهريب، يتم ضبط الاطفال ولا يتم ضبط الكبار؟ كيف يمكن ان نلقي القبض على الكبار؟ كمان استجواب الأطفال في قضايا من هذا النوع، لا يجب أن يتم استجواب الأطفال بالشكل اللي شفناه. الدور الاجتماعي والإنساني، تنمية الصعيد، علشان انتوا عارفين معظم اللي بيسافروا ليبيا علشان بحثا عن عمل وبيتم اختطافهم هنا وهناك، ومهما تقول لهم الوضع معقد الوضع صعب بيسافروا، كله معظمهم 90% منهم من الصعيد. تعالوا نشوف ازاي نعجل بخطة تنمية الصعيد اللي الدولة بتقوم بيها.
بشكرك يا استاذ امر استاذ